أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. اقتحمت القوات العراقية فجر اليوم بلدة لحويجة، آخر معاقل تنظيم داعش في شمال البلاد، وذلك بحسب ما أعلن مسؤول كبير في الجيش العراقي. وكانت القوات العراقية بدأت في 21 من أيلول سبتمبر عملياتها العسكرية لتحرير مدينة لحويجة، وتمكنت في هذا السياق من تحرير 4 مدن وعشرات القرى. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 4 قرى غربي مدينة دير الزور شرقي سوريا بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. وأوضحت قوات سوريا الديمقراطية في بيان لها أنها سيطرت على قرى حمار العلي وحمار الكسرى وتل كسرى وتل أبو فهد غربي دير الزور، قتلت 20 عنصرا من داعش. يأتي هذا بالتزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري من جانب وعناصر داعش من جانب آخر على محاور واقعة في محيط حقل الجفرة النفطي بشرق الفرات في دير الزور. أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أمس أن الاتفاق النووي الإيراني يصب في صالح الولايات المتحدة، مما يتعارض مع تلويح الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب منه ووصفه بالمعيب للبلاد. قال ماتيس أنه في حال التأكد من أن إيران تحترم الاتفاق وأن الاتفاق يصب في صالح الولايات المتحدة، فمن المؤكد أنه يجب الحفاظ عليه. قالت دبلوماسية كبيرة في الاتحاد الأوروبي إن دول أوروبا ستبذل ما في وسعها للحفاظ على اتفاق يحد من برنامج إيران النووي ورغم شكوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت هيلجا شميت الأمين العام لإدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن هذا الاتفاق ليس ثنائي بل هو اتفاق متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن أوروبا لديها مخاوف بشأن دور إيران في الشؤون الإقليمية، إلا أنها أوضحت أن تلك المسائل ليست جزءا من الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. حذر البنك الدولي من أن ارتفاع التوتر بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي يمكن أن يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي القوي في آسيا. وتوقع البنك الدولي ارتفاع النمو في شرق آسيا والمحيط الهادئ هذه السنة بنسبة 6.14% والسنة المقبلة بنسبة 26% وفي العام 2019 تصل إلى 16%. أظهرت دراسة علمية حديثة أن عدم تناول طعام الفطور يمكن أن يضاعف من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين والذي قد يكون قاتل. وبحسب الباحثين يمكن أن يشكل هذا الاكتشاف أداة مهمة في التصدي لأمراض القلب الوعائية المسؤولة عن أكبر عدد وفيات في العالم. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء. نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب. ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.